على تويتر على النت صور يا عم بجد محمد يعني الناس هتشوف الكلام ده محمد يا عم ادي تاني تصريح تاني محمد ديني رساله موجهه دلوقتي للشعب المصري على الاوضاع اللي دايره ماشي اكلمك ما كلمكش ليه كلمني بجد انا ولا قريت كتب ولا انا مثقف ولا حاجه بس انا عارف الكلمه رايحه فين جايه منين اديني وعارف كل حاجه عن الشعب المصري واخد بالك وانا عارف مكاني ايوه انت دلوقتي عايز توجه رساله شكر لمين انا عادي واخد بالك ولا انا قاري كتب ولا مثقف ولا كده ولا مين طب ادي رساله بقى للرئيس اللي عايز اقوله واخد بالك ايه للشعب المصري كله وانا بكمل القوى العقليه وعارف بقول ايه وكده لو الشعب المصري دلوقتي مش عايز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واخد بالك امال انتوا اخترتوا لي مثلا وعملتوا انتخابات واخد بالك قلنا احنا اخترناه وعاوزينه ومش عارف ده راجل كويس وكده طب ازاي بعد ما تختاروه وتقولوا قدامه انه كلام كويس وتيجوا من وراه مثلا تقولوا ده مغلي الاسعار ده مش عارف ايه وكده والله اللي مش عاجبه واخد بالك يروح يكلمه انا يشوف حكومه عبد الفتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يروح هناك عند الحكومه بتاعته واخد بالك ايه يكلمه كده يبقى راجل يروح عنده يقول له ايه والله انا متجوز واخد بالك ومعايا اربع عيال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واخد بالك يبقى معاش مثلا قليل ما بيكفيش بيتي مش عارف ايه وكانوا مين يروح يقول له في وشه هناك لما ما يجيش واخد بالك مع مجموعه مصريين يقفوا على جنب واخد بالك يقولوا ايه ده كذا وكذا 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 مش عايزين ده يبقى مش كويسين انا زعلان من الاستاذ طه اللي اعرفه واحد من الناس اهو ايوه دي صراحه والله كلامك صح ده انا زعلان منه والكلام ده يرضي ربنا والرسول عليه الصلاه والسلام انا زعلان من الاستاذ طه في حاجه اهو في بالك باجي واحنا قاعدين لوحدنا والله الاستاذ طه في حاجه عايز اكلمك فيها يقول لي يا محمد هقول له ده انت عملت كذا وكذا 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 واخد بالك يبقى انا كلمته ايه في وشه اللهم الغلط اللي انا بعد ما بمشي واخد بالك اقول ده كذا وكذا وكذا لا انا زعلان من واحد اقول له في وشه ما فكروش في دماغي زعلان مني يا محمد ايه زعلان مني لا واخد بالك زعلان من حد اقول له في وشه لما ما فكرش لحد في تفكير وحش بس ده اللي اعرفه كمل رساله الشعب المصري الرساله بتاعت الشعب المصري واخد بالك ايه بقى هي سهله جدا مش صعبه واخد بالك الكوسه والقوطه واخد بالك والرز والزيت والسمنه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها السلعه اللي في الجمعيات واللحمه ومش عارف ايه انت من ايام الجمعيات يا محمد ايوه بقى الجمعيات يا محمد كمل عشان الفيديو يبقى كامل الناس بتشتكي من غير الاسعار واخد بالك ايه يعني اللي عندهم عيال يعني كده واحد معاه ثلاث عيال واحد معاه عيلين مش عارف ايه يقول لك ايه يقول لك ده انا هدفع ايجار واخد بالك والله ميه ونور ولا كهرباء ومش عارف ايه كده ايوه انا بقول له طب ما انت اللي عملت في نفسك كده ده اي واحد متجوز يعني كده يقول لي طب ازاي اقول له سهله جدا انت بس عقلك عشان على قده واخد بالك انت وصلت نفسك لكده راح قال لي يعني ما اتجوزتش وما خلفش اروح ارد على اي واحد بيفكر في جواز اقول له اتجوز يا عم وافتح بيت ومفيش مشاكل وانت راجل ربنا مديك الصحه وتشتغل وكده يقول لي طب انا مش مكافي الثلاث عيال اقول له طب انت خلفتهم ليه؟ ما في حاجه اسمها واخد بالك ايه؟ حبوب منع الحمل واخد بالك ايه؟ حاجه تمنع الحمل يعني كده بس كده كنت خلفت واد وبنت وخلاص كفايه ايه اللي خلفت خلف عيال كتير؟ ايه اللي لازم؟ ما تحددوا الناس يعني كفايه عيالين بدل ست عيال وسبع عيال وكده خلف كتير ليه؟ قول لمراتك واخد بالك ايه؟ اي واحد متجوز انا بقول له كده تيجي واخد بالك وتاخد حبايه منع الحمل ابن الحبايه مش شغاله واخد بالك ايه فتيجي تقول لك ليه ده انا عايز عيالي ومش عارف ايه كده روح انت مش حد قاعد يتفرج على فيديو بالحبل ده كله يا محمد انت طولت قوي ايه اللي عامل فيديو يا عم؟ ايه اللي عامل دول؟ هات يا عم ده جاب لي ملل والله العظيم ايه الفيديو؟ اصل